بسم الله. اخر حاجة في انسرت تاب هي الجزء الاخير ده كده، هنلاقي فيه تكست بوكس. التكست بوكس ديت لو اول ما بندوس عليها بيجيلي كده شكل السهم بيتغير بالشكل ده كده. مجرد ما بندوس ونبدأ نسحب بيدينا حاجة زي مساحة نكتب فيها اللي احنا عايزينه، كأننا خدت حتة من الوورد وحطيتها جوه الاكسل، اكتب فيها اللي انا عايزاه وهتحكم فيها كمان، ادخل عاملاها فورمات براحتي خالص. نفس فكرة الفورمات العادية والإديتنج العادية اللي احنا كنا اتكلمنا فيها كتير، بقدر اتحكم فيها هنا بوست بره خلاص. لكن انا لما اجي احدد عليها تاني تعلم البوكس ده كده كأنها جزء من الوورد. تاني عندنا في الانسرت في الهيدر اند فوتر، دي برضو لو حد فينا بيتعامل مع الوورد هي زي بالظبط الوورد، كأن انا بكتب عنوان وكأني بعمل هيدر كده وبكتب التاريخ والحاجات دي الاكسل. بعد كده في هنا تاني ده برضو انسرت وورد ارت، اللي هو حاجة زي لو جينا جربنا الاي بي مثلا نلاقي هنا اللي هو يعني لما اجي اكتب تكست، بس هو واخد كأن فورمات معينة، واخد طريقة معينة زي ما انا اخترت. تمام، بكتب اللي انا عايزاه، بكتب كلام وورد بس اختار معمول له ايديتنج قبل كده، فاكتب انا بكتب على طول. تمام، واقدر اتحكم فيه برضو من فوق. في عندنا تاني هنا تمام. الجزء بقى المهم هو السيمبلز ده، اللي هو الاول في حاجة السيمبل والاكويجن، ده عبارة عن لو حد فيكم بيتعامل مع يعني في هندسة أو في ثانوي مثلا، بيبقى معادلات كده صعبة مثلا عايز يكتبها ويدخلها على الإكسل، من هنا بقدر أدخلها الإكويجن دي، بدخل منها اللي أنا عايزاه. فأول ما أدوس عليها وأدوس كده أهو أهو دخلت لي المعادلة على طول من غير ما أنا أقعد أكتب. في معادلات طبعا مشهورة بدخل أنا أكتبها على طول، زي في سامبلز مشهورة زي دول كده، أو أنا بدخل أختار اللي أنا عايزاه، اللي هي كل دي functions الناس اللي بيتعاملوا مع مثلا محاسبين أو مهندسين لازم ال functions دي أساسية عندهم. وهنا برضو هنلاقي في علامات كده، أنا ممكن أكتب أبني أنا ال function اللي أنا عايزاها، هل ال function دي حاجة professional أو function linear، بدوس هنا على السهم أختار منهم. في هنا حاجات كتير دي مفيدة قوي قوي، الحاجات اللي هي فيها كوزاين وساين والحاجات دي بجيبها من هنا، بدخل على اسامبل واجيبها. ودي ديزاين، هنا الفورمات لو انا عايزة اعدل الشكل بس بتاعها الخارجي. تمام، طبعا مهمة قوي يعني. في حاجة تانية؟ لا مفيش حاجة في الاكويجن، في بس السيمبل اللي هو طبعا كل الاشكال دي اللي احنا ممكن نستخدمها شكل اي حاجة احنا محتاجينها، او زي ما انتوا شايفين كده. في حتى يعني اشكال غريبة مش عارفة ايه دي، بس ممكن يكون حد بيحتاجها او بيستخدمها، يبقى من هنا علامة الاكبر والاصغر واليساوي والباي والسيدة والحاجات دي كلها بنجيبها من هنا، وبنبص انسرت خلاص تدخل لي في الخلية اللي انا عاملاها. تمام، كلوز، وهكذا يعني. بس كده احنا خلصنا الحمد لله تاب انسرت، يا رب يكون الشرح بسيط. هات هنخش في التاب اللي بعدها ان شاء الله.